مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. نهار كنت زي الحل عام هابش هابي نشفع وجهك. ربي يخليك الله يعزك ونسأل الله يجمعنا في الجنة. قلتي لي هذا مشيتي عن شي فقيه صح؟ اول مره انا كنمشي عند هذا السيد هذا فقيه ديال الجامع وبتاع عيان قلت له بدي راه كنسى وما كنقدرش نشوف راسي في شي فيديو وما كنقدرش نشوف راسي في المرايا قلت له عيان وديما ما عنديش الخاطر هو دابا انا كان عندي سحر وما كانش ليا طيب ماشي من 2002 طيب صغير انا وقال لي ودي هذا راه عندك واحد السحر قال لي قديم طيب اوكي اسمح لي باش نوضح الامور الله يجزيك خير انت مشيتي عند هذا الفقيه هذا ما قراش عليك لا قرا لي شي عشويه طيب وكما ما بان عليك والو لا وباش هو عرف هذا الشيء قال لي بدا درت لك خبره اش قال لك قال لي درت لك خبره كنسمع عجاب انا يفض كنسمع العجاب والله كنسمع العجاب كان كدين عند الوليد طيب واش كان عندي سحر اش ندير لك هو قال لك ديري درت لك خبره قال لي عندك درك الخبره ما شاء الله عليه ما شاء الله ما شاء الله عليه طيب هو دار لك الخبره ومن خلال الخبره عرف ان عندك سحر قديم اش سويك على السحر عندي سحر قديم لا ولكن راه يكون عندك سحر قديم يقدر الانسان غير يقولها وتجي حنا كنقولوا بالخبره مبنيه على اش واش مثلا بانت عليك اعراض الخبره هي هذه الخبره يعني يسولك سميت الاب تاعك سميت الام طيب الساحر ما كيسولش الاب كيسول على الام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الابن لابيه فهمتي وللعاه الحجر فالابن لابيه هما كيبغيو يديروا خلاف السنه فهو ينسب الى الام فهمتي بغاو ينسبوه للام ما ينسبوش للاب يحب بحال بقى الشرع الشرع قال لنا ان ما كتكناش انت بكنيت امك بكنيت باك هما بغاو باش يرضيو الشيطان يديروا العكس يكون الامر للمراه ماشي للرجل كيف باغين الان تكون القوامه للمراه والعصمه للمراه فهمتي فبغاو يغيروا شرع الله وحكم الله هذا نفس الديدن ديال الشيطان والسحرة فهمتي ولا لا فملي غيسوك سميت امك بالاسم ديال الام تاعك غيتكلم على الشيطان اللي عنده يتكلم على القاري اللي عندك يعرف عليك شيء من الماضي ماشي من المستقبل اللي غادي يجيك مثلا وهو لا زال في علم الله سبحانه وتعالى حتى اشياء ربما حنا نعرفوا نقولوا انها من الغيب ولكن ليست من الغيب الله اوحى بها انها غتوقع في سرق السمع لكن حنا كنتكلموا الان مثلا يتكلم على القرين القرين هو مع اي واحد فينا كيعرف عليك اي حاجه قمتي بها سواء 20 عام 30 عام البارح والبارح اسبوع شهر فهو ملي كيتكلم على الشيء اللي عنده كيقول لك مثلا وقع عليك كذا وكذا كتقول هذا كيعرف شي حاجه يقول لك مثلا عندك سحر قديم لكن فرق بين ان يعرف ماذا وقع عندك شنو وقع لك وبين ان يعالجك انا اللي كيختلط على الناس فملي كيقولوا مثلا سبق لو وقع لك كذا وكذا يقول اوه هذا يدو قويه يعني ضربته ما كطيحش الارض يعني هذا عدو ولكن العكس يعني في العلاج شيء اخر فهمت ولا لا فهو ملي هذا كانه ضحك على العقول وشيء من النصب بمعنى انه غير يعرف شنو عندك عن طريق الشيطان يعرف عن طريق القرين ويقول لك مثلا راه عندك سحر هو فعلا عندك سحر لكن العلاج شيء اخر ما يعرفش يعالج فهمت ولا لا؟ يعطيك غير اخبار هذا كيتسمى غير عراف يعني اخبار ولكن مثلا غيبقى باش يوهمك بالعلاج غيخصو يدير شي طريقه باش يجر الفلوس ايوا هذه هي اللي بغيت نعرف عطاك هذا الخاتم شريتيه انت ولا شراه هو؟ اذا هذا الخاتم شراه هو خلصتي فيه شحال خلصتي هذا الخاتم؟ هذا الخاتم طيب وشحال صيب لك هذا الشيء؟ وقت ما مشيت عنده انا كنعطيه 300 درهم 200 درهم مشيت عنده شي ثلاث مرات طيب والاخرى ثاني هذيك وانا عطيت 300 درهم قال لي عطيني عبرت على يدك تعبر لي على يدي عبر لك يدك نقول لك حاجه واحد المساله عرفتي واش داير بالداخل في هذا الخاتم دير بتدقيق يعني كيفاش بعدا كينقدر يرسم مصاد الخاتم هنا ارسم نجمه ورسم فيها طلسمات ورموز عبريه يوهم الناس على ان هذا سحر يهودي مثلا وانه يخدم كذا او يكون كيتعلم بالكتب الصفراء اللي كيتعلموا بها السحر والدجال وقد تصيب وقد تخيب وهذا في حد ذاته تعلم لا يجوز تعلم كفر لا يجوز وما يعلم من احد حتى يقول انما حدث فرد كفر وهو امام هذا واش هذا امام؟ ما حد
زعما كيكون مريض نعم نعم كيقصد اي بلاصه وانا نعم نعم بعد 6 سنين دابا في التعادل نعم ولكن واحد العامين دابا ولا 3 سنين ولا كيأثر عليا داك الشيء. طيب ملي عطاك هذا الخاتم درتي شنو حسيتي؟ عادي بوالو بوالو عادي لا شيء ايوا على شيء طيب هذا سبحان الله نص سيكند هذا وبقيتي ديرو في يديك ديرو في يدي لعل داك الشيء يوقع ربما يوقع غدا ربما تعالج غدا بعد غدا ايش اليقين ما كاينش لا هذا الشيء لا يجوز هذه الامور ما خصهاش تكون في الاسلام لان هذا الشيء حرام فهمتي هذه استعانه بالجن وبالشياطين وبالصحراء هذا لا يجوز واش اللي قالوها صحيحه ها ولا واحد يقول له يذبح والاخر يقول له سجي بيد الذبيحه الاخر يقول له خاصك تمشي تعوم في ديك البحيره اللي لهي الاخر طلع للجبل الاخر خاصك تجيب الشمع خاصك دير اللدون الاخر تحط الفاكهه خاص الحليب ها كل واحد شنو كيقولوا كل واحد وطريقته ولكن هذا كله لا يجوز هذا كله حرام في حرام في حرام يا صراحه لو ان كانت امور تؤخذ بشرع الله هادو ما يبقاوش اصلا خاص دوم اللي خاصهم حمله يتحيدوا نعم كيجي عندي هذا الحانوت انا في الفردوس تعرفها في الولفه نعرفها واه الفردوس نعرف الفردوس انا تما عندي المحل تما وكان كيجي عندي كيك ساكن تهلا فيه وكنقول لك دابا نجي عندك كنخدم تاك زارت انا ما شاء الله ولي داخل انا شاد بكري هذا الحانوت هنا ومني جيت نقول جيت من البلاد مزيان شي 6 سنين دابا وهي عندي من 2002 فهاد ديال 2011 2012 من 2012 شوية بدا كيأثر عليا الحال بزاف واحد الوقيته فوقيت الشتا كان مرض بزاف فوقيت الشتا فهاد الوقيته ديال الشتا حيتاش مرضت فهاد الوقيته كنت كاين واحد السحر كيتسماو السحر المؤقت بحال قلتي به سيبي كيكون كي كتجي واحد 20 يوم في العام كيمرض فيها شهر ماشي فهاد العالم بحال مرفوض فهمت هو وصافي كتولي بحال غايب ما كتضبطش خدمتك صحتك كل شيء التركيز ما كاينش تولي كيبان عليك المرض فعلا والخدمه ما حق الله الا كنخلي الدراري ما بقيتش كنحمل نخدم كنولي باغي نفوت الحانوت غنمشي كنولي باغي نمشي عند الضعف في الصباح ما كنقدرش دابا الحال يعني ما كنقدرش نفيق خدمتي خويا يقولوا لي ما عرفتش شنو كاين